فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تعاني من نزيف دائم لا ينقطع، فكيف تصنع؟ وهل تصلي وتصوم؟ حدث نعم، تصلي وتصوم، الصيام ما فيه إشكال، والصلاة تتوضأ عند ما تريد الصلاة، يعني تستنجي، تضع شيء على فرجها يمنع تسرب الدم، تضع على فرجها قطن ولا شيء ولا جبيرة تلفها على فرجها، ثم تتوضأ وتصلي في الحال، وتصنع عند كل وقت كذلك، تستنجي وتضع حافظا، تتوضأ ثم تصلي في الحال. نعم. ومثل من به سلس البول الدائم، مثل المستحاضة، حدثه دائم مثل المستحاضة، مثل من يخرج منه الريح بصفة دائمة، هذا حدث دائم، كل أصحاب الحدث الدائم يعملون كذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.